وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقبرص في المجالات كافة، وكذلك التنسيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. زرت نيكوسيا منذ زمن قريب، والآن الوزير هنا في مصر، وهذا يؤكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهم، التواصل المستمر بين فخامة الرئيسين والعمل المستمر فيما بين أجهزة الدولتين لتعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. العلاقة تطورت فيما بين مصر وقبرص لتصبح علاقة استراتيجية حقيقية يراعي كل طرف مصالح الطرف الآخر بشكل أكيد ووثيق، ونعمل على إيجاد مجالات للتعاون وفرص لتنمية العلاقات الثنائية، استعراض كل أوجه التعاون، التحديد المجالات اللي تحتاج منا مزيد من المتابعة وحتى نصل إلى النتائج المرجوة. أيضا التطلع لتحديد موعد إن شاء الله قريب لعقد اللجنة الحكومية العليا على مستوى الرئيسين لإعطاء قوة دفع جديدة، وبالتأكيد لابد من الإعداد الجيد لهذه المناسبة. كما تجمعنا علاقة ثلاثية فيما بين مصر وقبرص واليونان، أيضا نتطلع إلى تحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب والتحضير الجيد لها. فسواء على المستوى الثنائي أو المستوى الثلاثي، فهناك إرادة سياسية قوية لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ولنا رؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأيضا إزاء القضايا الإقليمية التي نتعامل معها من خلال التنسيق والرؤية المشتركة اللي تجمعنا.